عام ما نقدروش نخويلا بلا سي بوراس والمتمثلة في المخطط الوطني خلال القانون 10 سنين يوم 29 جوان. Bon, comme introduction pour dire que l'aménagement du territoire. Il a évalué les tendances lourdes et enjeux de réduire le territoire. Une vision politique de développement, de production de la croissance, ensemble des stratégies et actions qui visent la répartition adéquate et d'exécuter des projets de développement durable de manière harmonisée. Électrification à fin 2012. Région constantinoise. Il y avait des plans, maintenant c'est des lois de finances. Alors j'ai dessiné l'articulation. Vous avez le SNAT en haut. آخر نشاط بالنسبة لنا للسنة 2021 هو الإلقاء الأضواء بمشاركة الخبراء الأخصائيين حول النقل وللتنمية الاقتصادية. دور النقل وأهمية النقل في الاقتصاد الوطني، أيضا الجانب الاجتماعي، فك العزلة عن المناطق اللي هي بعيدة، وأيضا من ناحية البيئية تقليص إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون. كما تعرفوا بأن الجزائر عندها مخطط تهيئة الإقليم منذ 2010. هذا المخطط هو عبارة عن استراتيجية ترتكز على تهيئة إقليم وجاذبيته، في خاصة بالتنمية الإقليمية في كل القطاعات، ونركز بأن تهيئة الإقليم وجاذبيته ترتكز بصفة أساسية على النقل، وخاصة النقل البري، وخاصة النقل السكك الحديدية.